Hello, my dear students. I'm Miss Nadia. Today we will have a new lesson. Our lesson is about my homework. At Unit 4, Lesson 3, page 56. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، اليوم رح ناخذ درس جديد هو my homework في الفصل الرابع الدرس الثالث في صفحة 56. Your homework today is write 5 paragraphs to a friend about yourself and your family. رح يكون واجبك اليوم هو عن كتابة 5 قطع عن نفسك وعن عائلتك. For example، على سبيل المثال، say where you live، إنه تتكلم أين تعيش. The people in your family and their jobs، والناس اللي موجودين بعائلتك وشنو أعمالهم. What you want to be when you grow up، وماذا تريد أن تصبح عندما تكبر. This homework is about me and my family. إذن الكلمة الأولى family، هذه القطعة عني وعن عائلتي. My name is Wissam and I am 12. اسمي وسام وعمري 12. I live in Baghdad. أعيش في بغداد. I'm sure you know that Baghdad is the capital of Iraq. الكلمة الثانية capital. وأنا متأكد أن أنتم كلكم تعرفون أنه بغداد هي عاصمة العراق. I have little brother and an older sister. لدي أخ صغير وأخت كبرى. Their names are عمار and دانيا. أسماءهم عمار ودانيا. عمار is 6 and دانيا is 13. We have 2 cousins. لدينا 2 أولاد عم، باسم and هبة. They are twins وهم توأم. They are our best friend. هم أفضل أصدقائنا. Do you have any brothers and sisters? هل لديك أي من الأخوة والأخوات؟ My father works in an office. أبي يعمل في مكتب. He is an IT programmer. هو مبرمج. He makes programs for new buildings. يعمل برامج للبنايات الجديدة. My mother is a nurse. أمي ممرضة. She works in a big hospital in Baghdad. تعمل في مستشفى كبير في بغداد. We are lucky because our grandma and grandpa live very near us. I love them very much and they look after us. أنا يعني إحنا كلش محظوظين لأنه أو جدا محظوظين لأنه أجدادنا يعني يعيشون قريبين من عندنا، فهم يراعونا لما طبعا لما يكونون عائلتهم أو أبويهم في العمل. هو جدا يحبهم لأن هم يراعوهم لما تكون أبويهم في العمل. Tell me about your family and what you like. احكي لي عن عائلتك وماذا تحب أن تعمل. What do you want to be when you grow up. ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر. I want to be a doctor because I want to help people when they are ill. أريد أن أصبح دكتور لأني أحب أن أساعد الناس عندما يتمرون. هذه بالنسبة للقطعة اللي هي أصلاً هذه معادلة، لأن هذا هو أصلاً هذا الفصل هو مراجعة. نأخذ بعض المعلومات about family members. Family members أثناء grandfather طبعاً ما يقابلها grandpa، اثنيناتهم صحيح. Grandmother grandma أو granny أجداد أو grandparents أيضاً هم أجداد. الfather طبعاً dad daddy mother mom mommy السيستر الأخت البرادر الأخ الأنكل أما يكون عم أو خال الأنت ممكن تكون أنتي والكزن هو ابن العم أو ابن الخال. طبعا شلون يجي بالامتحان؟ راح يجي على شكل missing word يعني كلمات مفقودة وأنت تكمل. مثل هنا مثال محلول grandfather يقابل grandpa. grandmother شو يقابلها؟ أكيد راح يكون grandma. father يقابل dad. mother يقابلها mom. هنا matching احنا عرفنا انه كل كلمة لها مصطلح ما يقابلها، فراح نسوي ماتشنج هنا اللي هو تطابق بين الكلمات. يعني mother يقابلها mom، father يقابله dad، grandfather يقابله grandpa، grandmother يقابلها grandma. وممكن انه يجي على شكل اخر اللي هو هذا التمرين موجود في الفصل الاول الدرس
الأول في الأكتيفيتي بوك في صفحة 4. Match the family words for male and women. هنا نطابق كلمات الرجال والنساء اللي يكونون من نفس الفئة. يعني شلون؟ يعني هذه عندي هذه قائمة وهذه قائمة، راح أطابق الكلمات اللي من نفس الفئة. مثل المذر مع من؟ مع الفاذر، نفس الفئة هم أبوين. الأنت مع الأنكل، الكزن مع الكزن، الجرام فاذر مع الجرام ماذر، اثنينهم أجداد. البرادر مع السستر، هم اثنينهم أخوين. أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أتمنى أن يكون الدرس واضح والمعلومات واضحة وتستفادوا من عدة إن شاء الله. اللي داخل قناتي أول مرة أرجو أنه يسوي سبسكرايب، يعني يشترك، وشير ولايك، مشاركة وإعجاب للفيديو. شكرا لإصغائكم and goodbye.